بكم من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. التنظيم الدولي والقاعدة يبحثان زعزعة استقرار مصر عن طريق السودان. الخطوات تتسارع نحو إعلان الإخوان جماعة إرهابية في أوروبا. كذبة إخوانية جديدة للتأثير على موقف المشير الانتخابي. وإليكم تفاصيل النشرة. مخطط الإخوان لإشاعة الفوضى في مصر مستمر. حيث قال مصدر أمني للبوابة نيوز أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات جماعة الإخوان بالتنسيق مع تنظيمها الدولي وتنظيم القاعدة لتشكيل كتائب ومجموعات مسلحة في السودان قرب الحدود مع مصر، والأمر نفسه يتم في قطاع غزة لتكون بديلا عن الجيش المصري الحر الذي يتم إعداده في الأراضي الليبية بعد نجاح المخابرات المصرية في رصد تفاصيل تشكيله ورموزه. وأوضح المصدر أنه وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية، فإن التنظيم الدولي للإخوان عقد اجتماعا السبت الماضي في إحدى المدن التركية لمناقشة الأوضاع في مصر، والمطلوب تنفيذه من الإخوان بالتعاون مع تنظيم القاعدة خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. الخطوات تتسارع نحو إعلان الإخوان جماعة إرهابية في أوروبا، حيث انتهى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة من إعداد ملف كامل عن التهم والقضايا المدان فيها قيادات من جماعة الإخوان وأنصارهم، وكذلك القضايا الصادرة فيها أحكام ضد عناصر الإخوان الخاصة بالاعتداء على ضباط الشرطة والجيش والتحريض على العنف وحرق أقسام الشرطة، وذلك لتقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق في نشاطات الجماعة ومدى صلتها بقضايا الإرهاب في أكثر من مكان بالعالم. وكانت وزارة الخارجية طلبت الأسبوع الماضي وزارة العدل بإعداد ملف لجرائم الإخوان لتقديمه إلى دول الاتحاد الأوروبي سعيا نحو إعلان الجماعة إرهابية في القارة العجوزة. كعادتهم في إطلاق الأكاذيب، قامت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بترويج عدد من الشائعات حول المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية بهدف التأثير على موقفه الانتخابي، حيث زعمت أن المشير زار إسرائيل سرا قبل استقالته من منصبه كوزير للدفاع. وزعم الإخوان أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض على السيسي دعمه في حملته الانتخابية ب80 مليون دولار وأقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مواصلة الدعم العسكري لمصر، بزعم أن وصوله للحكم سيخدم الدولتين في المقام الأول. أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس أن قرار الحكومة البريطانية مؤخرا بمراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان المسلمين وخلفيتها وأنشطتها، وخاصة تلك التي تؤثر في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، فضلا عن كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب. وأوضحت روزماري أن السلطات البريطانية ليس لديها أي أحكام مسبقة وستنظر في الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات، لافتة إلى أنه بموجب القانون في بريطانيا لا يمكن حظر أي منظمة من دون دليل واضح. لا مساس بمحدودي الدخل، حيث قال السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري راعى البعد الاجتماعي ولا يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف الخبز، حرصا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيساهم في توفير 1 مليار جنيه سنويا تخصص لمد شبكات الغاز الطبيعي لمناطق محرومة الآن من هذه الخدمة. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.